مرحبا بكم متابعين الأعزاء. مزارعة تحلب البقرة، ثم جاءها فتى غني وقال إنه ابنها، لتنقلب الأمور رأسا على عقب. كانت ماديسون تايلور مزارعة عاشت في ظروف متواضعة جدا في مزرعة على مشارف مدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا. وفي أحد الأيام أثناء حلب الأبقار اقترب منها صبي وقال: انظري هذا ابنك. كان الصبي يرتدي بدلة أنيقة للغاية ومميزا، يمكنك أن ترى أنه ابن شخص ثري جدا. لذلك لم تستطع ماديسون فهم ما كان عليه الأمر، ووقفت هذه المرأة القروية البسيطة تنظر إليه، ثم نظرت حوله لتبحث عن والد هذا الطفل أو أي شخص كبير يمكن أن يكون معه، لكن لم تجد أحدا. ثم رجعت تلتفت للطفل مرة أخرى لكنها لم تجده. ماديسون لم تتخيل هذا في ذلك الوقت، لكن في اليوم التالي حدث نفس الشيء بالضبط. وغالبا ما يظهر هذا الصبي الغامض من العدم، ودائما يظهر بمظهر أنيق جدا مع رجل، وعند رؤية هذا الصبي يمكنك معرفة أنه من طبقة اجتماعية رفيعة المستوى. لا تعرف ماديسون ما خطب هذا الطفل، لكن فيما بعد قررت أن تلمسه وتأخذه من يديه الصغيرتين بيديها، وبالتالي تكون قادرة على التحقق من أنه حقيقي. اللغز كان كبيرا، حيث لم يكن لدى ماديسون أبدا أي أطفال، وحتى أنها لم تتزوج بعد. وقد طغى عليها هذا الأمر لدرجة أنها باتت تراه في أحلامها. الصبي يمسك بها ويخبرها كيف حاله في المدرسة، ويخبرها عن أصدقائه ومعلميه، وتساعده في رسومات مدرسته حيث ترسمها معه هي وأباه. ماديسون قلقة بشأن هذا الطفل من أن يكون لديه بعض المشاكل العقلية التي تربكها، لكن الطفل يكون جيدا وبليغا، ولم يتصرف على الإطلاق كشخص لديه أي اضطرابات. وفي إحدى المرات عندما أتاها مرة أخرى، طلبت ماديسون من الصبي أن يحضر لها صورة ما، وأخبرته أن يعطيها لها في اليوم التالي. استيقظت المرأة أخيرا ولم تكن تفهم ما يحدث لها وما هو شأن هذا الطفل، لكنها كانت تتطلع إلى ظهور ذلك الطفل في اليوم التالي. وأخيرا عندما كانت تطعم بعض الفراخ ظهر الطفل مرة أخرى، وكالعادة يرتدي بدلة أنيقة للغاية سوداء لا تشوبها شائبة. كان يبدو أنه تلقى تعليما عاليا ومتميزا، وسألت ماديسون الصبي الصغير: أيها الصغير، أحضرت لي الصورة؟ يمكنك إظهارها الآن. ولكن للأسف هز الصبي كتفيه وأجاب أن أبيه قد حرمه منها. كانت ماديسون في ذلك الوقت أكثر حيرة، وعانقت الصبي وأعطته تفاحة وقالت له: لا تقلق، فأنت فتى محبوب وشجاع. أجاب الطفل: شكرا لك أمي، أنا أحبك كثيرا وآمل أن تعيشي معي أنا ووالدي. مرت الأسابيع وكان ظهور الطفل متكررا بالفعل. يظهر الصبي ويتحدث عن الحياة معا في أعياد ميلادهم، وحتى عن الكلب الذي اشترته له أمه. كانت ماديسون تستمع إليه باهتمام، وشيئا فشيئا أصبحت مغرمة ببراءة الصغير، عاقدة العزم على حل هذا اللغز الغامض. بدأت تسأل في القرى المجاورة عما إذا كان شخص ما يعرف هذا الصبي، لكن لم يره أحد من قبل. كانت ماديسون تزداد إحباطا، وقد قررت متابعة الطفل لمعرفة المزيد عنه ومن أين يأتي، وفي انتظار ظهوره في فترة ما بعد الظهر حيث يظهر دائما في ذلك الوقت. لم يظهر ولم يحضر الصبي. مرت الأيام ولم يظهر الصغير بعد. اعتقدت ماديسون أنها أصيبت بالجنون، وربما كان كل ذلك جزءا من خيالها، حيث لطالما أرادت أن تنجب طفلا وتساعده في أعماله، وتذهب وتأتي معه، وعندما تعطيه تفاحة ليأكلها أو كوبا من الحليب ليشربه يقول لها: شكرا أمي. وباتت تفكر في هذا الشعور القوي بالحنان والحب.
مرت الأيام وأخيراً الطفل عاد للظهور بينما كانت ترعى الماشية. ذهبت إليه وعانقته بشدة وأخبرته أنها كانت قلقة عليه. قال لها الصبي: اسمحي لي يا أمي، فأبي يقول أنه من الأفضل أن لا تراني. كانت ماديسون في حيرة كبيرة أكثر من أي وقت مضى، وشعرت بقشعريرة في جسدها عندما قال الصبي تلك الكلمات. وقد أمضيا فترة ما بعد الظهر معا يتحدثان عن الحقل وكم يحب أن يكون معها. وعندما كان الليل على وشك الظهور، انتهزت ماديسون الفرصة لتخبر الطفل أن الوقت قد تأخر ومن الأفضل له العودة إلى المنزل، لأن المشي عبر هذه الأراضي ليلا أمر خطير. فودعها الصبي وسلك طريقه، ولكن هذه المرة ركبت ماديسون أحد خيولها وكانت شديدة الحذر حتى لا يلاحظها الطفل. بعد مسافة على امتداد الطريق وصل الصبي إلى سيارة فاخرة وكانت متوقفة في منتصف الحقل، ويبدو أنها كانت تنتظره، والسيارة تحت قيادة سائق بالزي الرسمي. فتح الباب للصبي ثم غادرا. وهنا كانت فرصة ماديسون لكشف بعض الأمور الجديدة في هذا اللغز، وبدأت تتبع صوت السيارة لما يقرب ساعة من الزمن حتى وصلت إلى قصر فخم في منطقة بعيدة. واختبأت ماديسون خلف بعض الأشجار وتمكنت من رؤيته كم كان أنيقا للغاية استقبال الطفل من والده. نظرت ماديسون إلى ذلك الرجل وشعرت حينها أنها تحمل عالما من الذكريات، وبدأ يخطر على بالها أمور كثيرة. فإذا كان هذا الصبي هو ابن هذا الرجل، فهو في الحقيقة زوجها. وفي ذلك الوقت سقطت ماديسون على ركبتيها في حين أن الكثير من الذكريات قد عادت إلى عقلها. والحقيقة أن ماديسون قد تعرضت لحادث ركوب الخيل في الغابة، مما أدى إلى فقدانها الذاكرة في ذلك الحادث ونسيان كل شيء في حياتها. وقال الأطباء لزوجها إن الضربة على الرأس كانت قوية لدرجة أنها ربما لن تستعيد ذاكرتها مرة أخرى، لكنهم سيحاولون تجربة طريقة علاج تجريبية تتألف من إعادة المريض إلى مكان كان لديه فيه ذكريات كثيرة، ومع الوقت ستتحسن الحالة. وقتها وافق زوجها على السماح لأخذ ماديسون إلى مزرعة قريبة بها الكثير من الحيوانات تماما كما كانت تعيش في الماضي. وحسب تقارير المختصين سوف تستعيد هذه الفتاة ذاكرتها تدريجيا مع الوقت. ومثل الماضي تماما كان زوجها يذهب لرؤيتها وهم صغار دون علم والده بعد الظهر. خرجت ماديسون من خلف الأشجار وقد رآها ابنها وزوجها، وتعانق الثلاثة وبكوا دون أن يتوقفوا من سعادة هذه اللحظة العظيمة التي غمرت الأسرة في ذلك الوقت، حيث أصبحوا الآن معا مرة أخرى. وماديسون لا تزال تبكي وتشكر صغيرها لأنه جعلها تتذكر كل شيء. يا أصدقائي، هنا قد انتهت قصتنا اليوم، نأمل أن تكون قد نالت إعجابكم. ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.